نصيحة يا جماعة الخير بالنسبة للبنات اللي يصورون نفسهم أو أهليهم أو أيًا كان في سناب شات، في خاصية بإمكانك أنت أي صورة أو أي فيديو أنت تصوره ينحفظ عندك على طول في الخاص فيك. الخاص فيك هذا إيش يفيدك؟ يفيدك لو أحد اخترق سناب حقك، لأن سناب مو برنامج آمن بك الدرجة، فلو أحد اخترق سناب حقك ما يلقى صورك، يلقاهم في الخاص فيك، وإذا حاول يكتب الباسورد مرة مرتين ثلاث أربع يقفل قفل تام وينحذف كل شيء فيه. فأنت كذا تستفيد أن صورك أو الفيديوهات حقتك انحذفت ولا قدر يطلع عليها. اللي لازم أنت تسويه أول ما تدخل على الإعدادات تروح على الذكريات، بعدين شوف عندك تحت في حفظ في خاص بي تلقائيا، تفعله، أي شيء تحفظه يتحول على الخاص فيك على طول. كذا بإذن الله ما راح يصير لكم أي مشكلة.